11 عام وانا بلجيكيه من اصول مغربيه. انا توب موديل بلجيم 2022 وانا في المستوى الدراسي في السادس. السباق اللي غني تقبل عندي جوج الاغاني في لاشين ديال يوتيوب ريمتي ريبي كاكا ال اوفيسيال. غنيت اول اغنيه ديالي بابا وماما حيتاش كنت ربحت توب موديل بلجيم غراس لو سوتيان ديالهم وقفوا معايا بزاف. وتاني اغنيه هديتها لو بوبل ماروكان وهديتها ملكنا. الفكره جات من بابا وبابا ياسير تلاقاو وقالوا علاش ما نعملوش واحد الاغنيه فين كنشجعوا فيها لي ليون د الاطلس. من اللي عرفنا كي بارتيسيبيو في لا كوب دو مون قلنا علاش لا ما نشجعوش الفريق ديالنا لي ليون ديال الاطلس. المشاركه في هذا الكليب كانت مزيونه بزاف مع خاي شادي مع ياسير مع لي دو فامي لا فامي ديالي ولا فامي ديال ياسير. ضربنا عصفورا في عالر واحد كنا كنصوروا باش نوريكم شنو كنا كنشوفوا. وحنا كنا كنتسراو مشينا نشد المطاعات اللي كنا انا اللي كنت بيرسونيلمون عمري ما مشيت لهم وعمري ما شفتهم والاجواء كانوا مزيانين بزاف. كنا عاملين مع ياسر انا نصور هنايا دو مون كوتي هو يصور دو سون كوتي ولكن جاونا لي فاكونس ديال اون سيمين ومشينا للمغرب باش نصورو لي تراديسيون ماروكان. وملي مشينا تما 3 ايام وحنا كنصورو ديك كليب نون ستوب كنوضو كنصورو كنعسو. و افون لو مونديال بواقيلا 2 سيمين صورناه عملنا لو مونتاج. بدينا التصوير في كازا في مسجد الحسن الثاني. دخلت شفت شنو كاين داخل وصورت كان الاجواء زوينه بزاف. من بعد مشينا للجديده شفت تبوريده اول مره كنت شفتها ملي كنت صغيره ولكن ما كنتش عاقله ولكن حتى هي الاجواء مزيونه بزاف. ملي مشينا لمراكش طلعت في الكوتشي دوزنا على مسجد الكتبيه من تما مشينا للجامع الفنا وكملنا التصوير في القصر الباهيه. كانت لي فونتين مزيونين بزاف كان الجليج اكسيتيرا. حاولنا نصوروا في الاماكن بارتو في مراكش مي المهم هادشي اللي كتب. و فريمون جو كونساي بوكو ملي تمشيو لمراكش تمشيو لهاد لي زوندرو. ومشينا لاكافاي فين طلعت فوق الجمونه وكانوا الخيمات فحال في الصحراء فحال اللي حنا جالسين في الصحراء. ولبست اللباس التقليدي ديال الصحراء وين كانوا لي تراديسيون مزيونين بزاف ملي مشينا تما. وجو ريكوموند ملي تمشيو لاكافاي تمشيو لهاد المطار. شجعوني بزاف هي ماما وبابا شجعوني بزاف. ماما هو بابا ديالي ياسر هما شجعوني بزاف. لا فامي ديالي كامله وقفت معايا ملي كنا كنصوروا كليب حتى هما شافوا لو ديرولاج ديال الكليب كانوا حاضرين في لي كوليس. والحمد لله كليب خرج كيف ما حنايا بغينا. وجيسبر بلي عجبكم الاغنيه الحمد لله سا بلو ا بوكو دو بيرسون بارطاجات بزاف وضربت في لي ريزو سوسيو الملايين ديال لي فيو اي سام في بوكو بليزير. واحد لو كومونتير كان كيوجع لي بزاف والفرصه جاتني باش نريبوندي هي علاش ما جبدناش الاسومات ديال اللعابه كاملين حيتاش كيف ما قلت لكم صورنا 2 سيمين افون لو مونديال وفي ديك الوقت هذاك ما كانتش لا ديال لي جوار كاملين اللي غادي يلعبوا. وحنايا عملنا في الاغنيه لي جوار اللي سيغ سارتان كانوا غادي يلعبوا. والحمد لله ان شاء الله المره اللي ما جا نعملوا واحد الاغنيه اللي فيها لي جوار كاملين. تو دابور كنشكر بزاف على هذا اللقاء وكنتمنى المغرب تربح لا لي دومي باسي اون فينال. وعلاش لا ما نديروش لا كوب دو مون اذا وقعت غادي تكون بري هيستوريك اول مره ان بيي افريكان اللي غادي يديها. وانا لي برونوستيك ديالي كنقول
2-1 pour le Maroc. كيف ما كيقول لونترينور الركراكي سير 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 وعمل النيه والكاس غادي يكون ان شاء الله مغربي هذا العام.